مرحبا، اسمي عبد الرحمن كايباك. اليوم سأتحدث عن مركز البحوث الإسلامي. أوقات العمل لدينا هي يوميا حتى في أيام العطل ما بين الساعة 9 و11. طلاب البكالوريوس والماجستير وطلاب الدكتوراه والدراسات الأكاديمية يمكنهم الاستفادة من مركزنا. يعتبر مركزنا أهم المراكز في العلوم الإسلامية في تركيا، بالإضافة لكونها واحدة من المكتبات المهتمة بعلوم الاجتماع، وهي من المكتبات التي لها أهمية في جميع أنحاء العالم. الهام هنا هو جودة الخدمة وعملية جمع الكتب بأن تكون في أعلى مستوياتها. جمع في مركز البحوث الإسلامي 350 ألف كتاب، 135 ألف مجلة. هذا العدد يتتبع يوميا وأسبوعيا، فهو قابل للزيادة. مركز البحوث الإسلامي يحتوي على نظام لإيداع الوثائق. هذا النظام أسس في الأصل لمساعدة الموسوعة الإسلامية. من أجل الباحثين هذا النظام مفيد جدا لتوفير الوقت، كما وتتوفر أيضا خدمة الأرشيف، بالإضافة إلى العديد من الكتب الشخصية والخاصة التي يتم التبرع بها لصالح المكتبة. باختصار فإن مركز البحوث الإسلامي هو أساس المكتبات، وهي فعلا مكتبة مختلفة عن باقي المكتبات.